طالب خالد أدهم شراب، طالب في هندسة الحاسوب. في مميزات كتير وجدتها في القسم، إنه مختلفة عن آلية التدريس اللي كنا متعودين عليها أيام المدارس. كان في عنا لوح وبندرس وبنكتب وراء الأستاذ، وهنا مختلف، في جانب عملي. فكنا يعني نكتسب من خبرات الدكاترة تبعونا، فنمى تفكيرنا في مجال الحاسوب، وصرنا نفهم كيف اللي كنا إحنا متعودين عليه وإحنا صغار وبنستعمله كيف شغال. الدلالة على إنه قسم هندسة الحاسوب عندنا في الجامعة الإسلامية قوي، إنه في كتير طلاب فازوا بجوائز محلية، وفي منهم فازوا بجوائز دولية، فهذا بدل على قوة القسم. قسم هندسة الحاسوب، الموضوع اللي يدرس في هذا القسم هو هندسة الحاسوب، بمعنى تصميم البرمجيات وتصميم معدات الحاسوب، يعني مثلاً المايكرو بروسيسورز، الباسز، الناقلات الداتا والكنترول، الميموريز، وايضا شبكات الحاسوب، يعني الهاردوير وكذلك السوفتوير. يعني الطالب بدرس الجهتين، يعني جهة البرمجيات، تصميم البرمجيات الخاصة بالحاسوب، وجهة تصميم المعدات الحاسوب الصلبة. وكذلك إضافة لذلك بدرس الطالب الابليكيشنز أو تطبيقات الحاسوب، يعني ممكن تشمل تطبيقات موبايل ديفايسز، يعني جوال، تطبيقات ويب يعني انترنت، وتطبيقات تجارية مثلاً، أو في الصناعة وفي التجارة وفي الطب، في أي مجال من المجالات، يعني برامج يعني أو تطبيقات بس مبنية على الحاسوب. يعني جهاز الحاسوب هو اللي بيقوم بتنفيذها، يعني من أجل السرعة والدقة والكفاءة. يعني برنامج هندسة الحاسوب برنامج، هو بطبيعته برنامج عملي، يعني مش نظري. احنا بندرس العلم هندسة الحاسوب تدريس عملي، يعني كل مساق تقريبا من مساقات القسم او البرنامج الهندسة الحاسوب له جزء عملي، له مختبر او مناقشه، غالبا له مختبر. يعني مثلا مايكرو بروسيسورز، تصميم المايكرو لهم مختبر، برمجه التعلم، برمجه الحاسب، يعني لغه الجافا بندرس حاليا لها مختبر، قواعد البيانات، مساق قواعد البيانات لها مختبر، مساق الشبكات له مختبر، فمساق أمن المعلومات له مختبر. فكل كورس أو مساق في برنامج هندسة الحاسوب له مختبر، ويقوم ويشرف عليه الأوائل الدفعات، يعني دائماً المعيدين القسم هم الأوائل على الدفعات اللي لهم خبرة عملية وتطبيقية ونظرية في مجال التدريس ومجال الجانب العملي. فعندنا مختبرات تدعم الجانب النظري في القسم، يعني مثلاً مختبرات المايكرو بروسيسورز، مختبرات البرمجة، مختبر الشبكات، مختبر قواعد البيانات، مختبر أنظمة التشغيل Operating Systems Lab، مختبر مثلاً عندنا كمان مثلاً أندرويد، تصميم برمجيات الجوال اللي هو الموبايل ديفايسز اللي إحنا بنستخدم، بنركز حالياً على لغة أندرويد من أجل أنه يكون الطالب بتصميم تطبيقات للأجهزة المحمولة يعني.